شيخ لا واش راك بخير لاباس كلشي مزيان لاباس الله ممكن نسولك معليش علاش انا راني مغربي يلاه دابا جيت من المغرب يلاه دابا حطني الطاكسي هنايا وكان عندي اتحاد مع واحد الانسان باش نخدم له نصاوب له البلاصه في المنزل ديالو وكمان ندوي له ما يهزش عليا وما نعرف حتى شي حد هنايا ممكنش دينا شي بلاصه تبات ولا هكايا ما نتغدى بك نفطر بك ما نباتش الا كان ممكن تعرف شي واحد هنايا بلاصه كان نتغدى فيه الا كان ممكن معمره يا حي راك جيت كاع معمره ما كاينش كراس ما نقدرش نفطر في الديو الرحمه لانه عندي هنا شويه الفلوس عندي شويه عندي الامور الخاصه ديالي معليش امانتك خليها عندك كما تبوجيش كاع امانتك خليها عندك كاش مكان لا نجلس فيه ولا نفطر فيه ولا كاش مكان هنايا مسجد ولا مسجد ولا كاش بلاصه نفطر فيها شوف خويا تحب دبر راسك تحب تجي تفطر في الدار عندي مرحبا وسهلا راني نسكن غير هنا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا انا عندي السفره حتى لغدا ان شاء الله حبيت معايا للدار الله يرحم الوالدين ما فيهاش احراج معايا تاكل تشرب بتبات ما يخصك حتى حد الله يرحم الوالدين حنا انا خوت راك تعرف يعني الوضعيه اللي راني فيها انا تقدر انت تصغر لك كان دابا تمشي في كاج الدوله تمشي معايا للدار وراني الله يرحم ما فيهاش احراج مسلمين ما فيهاش احراج ولا ما كان حتى مشكل الله يرحم مسلمين الله مسلمين الله مسلمين الدنيا هذه صغيره واش راح نقول انا ما انا والو الله يرحم والديك الله يرحمه مزوا ولا وفحول مزوا ولا وفحول ولا وفحول مصيد هذاك يعيط له التليفون تاعو مغلوق مغلوق وانا وانا طفالي الهاتف ديالي ما كاش كيفاش ندير له قلت لازم نشوف كاش بلاصه ان نفطر فيها وعندي هنا امور ديالي ما كاش واحد يقدر يفطر انا عندكم انت ولا سيد ما كاش مشكل نفطروا فطر انا ماشي مشكل انت تسكن هنا انا نسكن في الصومعه بعيد الصومعه قال اخويا تفطر بالفرع ما كاش مشكل حتى وين بات كاع الله يسلمك الجزائريين معروفين الله يبارك فيهم الشعب الجزائري معروف يعني بالشهم احنا خوت يعني احنا خوت بيت محضي وشي واحد غير فيه غرضك ما كاش كان مشكل يا سيدي مرحبا بك تجي تغدي عندي ورا نشكل خويا عندي يومين انا نخدم البلاط الجزائريين الحرين خويا الله يرحم والديك وانا في الاصل اصل مغربي ورا المشكل انت اصلك مغربي؟ مغربي يعني. الله يبارك منين كنت مغربي؟ من بركان الله يبارك انا نسكن بروسع من شويه لقدام مروح مرحبا بك الله يحفظك بارك الجزائر معروفين يعني ب خويا بلا مزيت شارف وشرامه شوف تقعد هذا وكاع اليوم ما تروح مقبل الله يرحم والديك الله يرحم والديك انت بالك ثاني تسالف وتتغرب وتعرف الغربه واش واش فيها بلا هذيك بلا هذيك خويا الانسان اللي يقدر يدير الخير يديرو هاك حنا خوت انا الجزائر والمغرب هي بلاد واحده مسلم بلا هذيك صافي بليزير راك ديجا راك مزيان ما عندكش دراهم ما دراهم باش توصل لا عندي الفلوس عندي ما نعرفش انا نعرف اي واحد انت تكون بعيد هنا ولا غير انا نسكن غير هنا في لي زونفير ماشي في بوفاريك مي بصح شويه على بوفاريك فطرني عندك فطرك عندي خويا مرحبا وسهلا احنا حنا خوت يعني وجيران وخوت يا ودي ماشي غير خوت انتوما مغاربه كيما يقول لك راكم فوق الراس والعين الله يرحم مالكش ما تحب نصاوب لك البلاصه الدار ولا ماشي مشكل ولا غير الله يبارك بارك الله فيك خويا كل خير خويا ما صبت بلاصه وين صبت ما صبش ما فيهاش مصر عندي ومرحبا وسهلا ما فيهاش اي احراج ولا كان ما كاش كاع احراج راك في بلادك خويا راك في بلادك خويا نمشي شوية غير تحب نتنسناك هنا ولا كيما حبيت انا راني نخدم هنايا سيما الله يبارك انا خفت ما يحقرونا ولا ما يدنا ولا كاش لي يحقرك الله يرحم الوالدين بارك الله فيك نتنسناك هنا ان شاء الله كيما نهبط تحب تروح معايا للدار تحب ندي القضية نعاود نولي ما كاينش مشكل كاع نعطيك رقم الهاتف تاعي الله يرحم إذا ممكن ما نسجلو معليش نسجل سجل ما كان حتى مشكل ما كان حتى مشكل وراه المشكل شحال لنا؟ 056 62 راني وحدي عيط لي ما كاينش تكل على الله ما كاينش مشكل يا صاحبي عيط لي ما كاينش ربي يوفقك في السيارة صاحبي بارك الله فيك أول مرة نجي نسافر راني في الجزائر ما نعرفش اركب في الكار تاع بن حمزة انتوا راكم ماشيين للدار نجي معاك نفطر معاكم في الدار لا معليش نجي ننجي يا سيدي نروحوا نخدموا شوره نروحوا نقعدوا نبيعوا هنايا اه هاي نبيعوا هنا ولا وين نستنى نجي معاكم نستناكم ولا ها يلا ولا نجي معاك خير ولا نستناك كيما حبيت كيما حبيت نستناك انا باش ما نحرجكش معايا نستناك انا ان شاء الله الله يرحم والديك بارك الله فيك خلينا الله يرحم والديك شوف خويا ما كان حتى مشكل ما تعطيني من دي نطلعها معليش نعطيك ورا المشكل يا خويا نعطيك هذيك جوج نطلعوا عادي لا لا وحده بك وحده بك مرة وحده عليك وحده عليا بارك الله فيك شكرا الله يرحم والديك بارك الله فيك تعيش صحة طرق انا عاونك روح معايا دوكا يلا لا لا معليش نستناك
الله يبارك فيك خويا ومرحبا بك. ولا تحب نجي معك؟ نجي معك. دبر راسك ارواح خويا. يلا روح نمشي. روح للمسجد. هو المسجد. ارواح خويا مرحبا. صح بارك الله. الله يحفظك يا الله يبارك شوف قلنا نسقسيك برك هذه تجربه اجتماعيه في قناه النهار باش نشوفوا لي زانجيريان كيفاش يحنوا زعما على الاجنبي. هاي ديك الكاميرا حجوا ان شاء الله في رمضان. هاي ديك واحده هنا واحده في الطوموبيل. هذه هي تجربه اجتماعيه. هاي ديك بارك الله فيك باش نشوفوا الناس الى عندهم كما يقول لك سوتين بيناتهم ويدعموا الاسلام ويكون جماعة بين الناس. يعطيكم الصحه ربي يحفظك. هاي ديك هاي ديك قول لهم صحه. السلام عليكم. صحه فطركم خويا. هذه تجربه درناها تجربه اجتماعيه باش نشوفوا الشعب الجزائري قداش يعني مسامح وفيه الخير ويرحب. فهمتي في قناتنا. هاي ديك الكاميرا. هاي وحده هنايا كلخلك وهاي كاميرا ديزيون. الله يحفظك وبارك الله صحيكم. هاك مديت هاك مديت اكزومبل هايل يعني اكزومبل يعني ما شاء الله هاك عطيت اكزومبل. الله يبارك. انا ديجا طلع لي المورال كيقول لي كتقول لي انا جاي نفطر يا خويا ديرها مليح نصيبها مليح في الدنيا. الله يحفظك بارك الله. بين ندوه للدار الاجنبي المهم ليه هو ندوه للدار. الله يحفظك. المغاربة خواخو مع لي زاجيريا بصحة رمضان بصحة رمضان بصحة عيدكم بارك الله فيك. شكرا. هذه يقول لهم بصحة فطركم وصحة رمضان. صحة فطركم وصحة رمضانكم. واي مواطن هنا الحق تاع ربي اي واحد يدخل للجزائر حاجة ما تخصو. راك عايش بيان مع الجزائري انت لاباس مع لي زاجيريا؟ راك عايش بيان مع الجزائري ما شاء الله خير. شغل واحد منهم؟ لا واحد منهم وخو خاوتي وخوهم واني معروف شرق غرب ما شاء الله. وانت مزوج بجزائرية؟ جزائرية. الله يبارك.